دخول معاه شويه كمال اللور، كمال شي شويه اللور. سير كلهم يشوفوا من حالنا والناس المسؤولين الكبار كلهم. واش هذه قناه شوف تيفي؟ اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنت واجدوا حاليا في ميشيل الشارع كارتيكوبا، كنت واجدوا بسارع صور جديد اللي متواجد بكارتيكوبا. بحيث الساكنه هذه يعني عندهم بزاف ديال المنازل اياله للسقوط، بزاف ديال الطيور اللي قراب يطيحوا مع هذا فصل ديال الشتاء اللي جات فيه الشتاء بقوه والحمد لله على النعمه ديالها. لكن هاد الناس هادو كيطالبوا انهم يعني شي واحد اللي يتواصل معاهم باش الديور اللي اياله للسقوط يعني اما يريبوهم يا اما يخرجوا هاد الساكنه هذه من هاد الديور، لان عندهم وليداتهم وعندهم وليداتهم اللي خايفين عليهم من هاد الديور اللي ولاو كيطيحوا مؤخرا. السلام عليكم اخويا. عاد قرب لك الميكرو وعاود لي من امتى وانتم ساكنين هنا وشنو المشاكل اللي كتعانوا مع الديور اللي قريبه تطيح؟ حيت قالوا ولاو فيها مسخوط كل التخبيط، عندنا دار تاعك شاده فيها بقى عامره بمواليها، يدير معاهم حل تاهم يطوعوا معاهم. يشوف راه كاينين ثلاث اطفال وكاين اب وام وجداهم وجدهم، راح شوف الدار شحال تقريبا وهي كاينه في هذه المنطقه. هما اللي خرجوا مواليها، جاو مواليها دابا ساكنين في مواليها، كانت مو غديفه الله يرحمها راه ماتت هذيك، صافي هذيك تسولات عليها مواليها، كانت امي العاليه لتحت وكانت فاطمه الفوق، والدار اللي من ليها حتى هي كانوا فيها السكن، راهم استافدوا كلهم ساكنين وحنا راه واكلين العصا. واش عندنا الساعه حنا نسمعوا الترتيب؟ يعني كيفاش الطريقه باش استافدوا هما؟ استافدوا بالنوم ديالهم داروا بها اي للسقوط، وقالوا نخرجوا وخرجوا وجاتهم الوقيته ديالهم ومشوا استافدوا. علم اللي خرجوه بسدوها بحال هكا، سدوها هاي كتبان لي كاشرد فراغ. ملي جيتك من لهي ما كاينين شقاق، كاين العذاب من العذاب تاع الدبنا الدار، ما بغيناش شي مشكل نطيحوا فيه وما حدنا كنشوفوا فيها. انا باش حتى طاحت وجبت لنا نبكيو قبل ما يبكيو هما، ولا غادي نبكيو راه غادي نبكيو، ولا باش نطيح شي واحد راه غادي نطيحوا. هاجي واحد قدام عيني انا كنشوف فيه كل ساعه غادي يجي عليا، وقالوا لي راه فلان مردوم ولا ثلاثه الدراري الاطفال، غادي سته انا عندي اربعه الوليدات والدرب كله عامر اطفال، ما كاينش اللي ما عندوش جوج ثلاثه، انا عندي خمسه وديروا معنا حل. العار اللي ما ديروا معنا حل راه كنموتوا. حاجه الدار جات في الواجهه تطيح هي طيح كل شيء، راه كاين شارع كاين عباد الله غاديين جايين. خرج شوف خرج طلع الدرب كيدير، واش عامر بالليل ولا عامر بالنهار ولا عامر بالصباح، راه كل ساعه عامر. والوليده تهبط ولا غادي تهبط؟ راه غادي تهبط، راه جايه هادي راه تهبط باي وجه كان. حيت غير هاد اليومات اللي فاز طاحت شي دار حداك. ايوا ايوا بعد من 100 متر، ايوا جيت تشوف، ايوا كاين هنا، ايوا مشات. واخا تشوف درتو شي مراسلات هضرتو مع الناس اللي مكلفين بهذا الشيء؟ سعد القيدر هذيك النهار داز قال لك هادي راه مالت، منين مالت جي شوف فيها الله يرحمك الوالدين. يعني شافه هو مالت، يعني كان خاصهم يديروا اللاز مالت، وقال لي زيد هنا وانا واقف هنا وقال لي هذه راه مالت، اذا من شتيها مالت عاوننا الله يرحم لك الوالدين. تقريبا شحال ديال الديور هنا مهددين بالسقوط؟ واش نقول لك راه كرتي كوبا كامله، كرتي كوبا كامله، كرتي كوبا ما عندها راه عندها 100 عام في الدار، و 100 عام في الدار ما ساهلاش البني باش مبنيه، راه التراب راه هذاك التراب ديال المريزيه اللي كان بكري هو اللي كيكرموا كيديروا بحال السول ديال العروبيه، كيديروا البريك وحده فوق وحده، راه ما عندنا لا قطبه لا والو، راه ما عندنا لا دار لا والو، راه باستا، راه باستا واقفه، راه الطوموبيل تدخل فيها تريبه. يعني نتوما خايفين حتى توقع الواقعه عاد باش يجيو الناس؟ خايف خايف وخايف على امه، ما خايفش على راسي انا، انا خايف على امه، انا اللي جات الموت مرحبا بها، انا خايف على دراري صغار. يعني كاين حتى شي مسؤول اللي جا دار المراقبه ديالو ولا المعاينه؟ ماشي ما جاو، جاو جاو طلبوا وشافوا وكملوا، إلا شتو كملوا الله يرحمكم الوالدين،
ديروا بوجه الدراري الصغار، ما نديروش بوجهي انا كبرت. يعني تقريبا شحال ديال 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 العائلات اللي كاينين غير في المنطقه اللي فيها نجاح؟ هنا في الدرب؟ واش نقول لك، راه كاين تقريبا شي 10، كاين شي 10 ولا 8 العائلات. هاد 10 العائلات كاملين مهددين؟ كلهم كلشي، كلشي هادشي اللي كتشوف فيه كلشي ما فيه ما يتشاف. وا وسي لا يطلع كدارو وغادي تشوف مين. واخا شنو النداء ديالكم اخويا كمال دابا نتوما هكا واحد مساكين؟ النداء اللي بغينا نطلبوا منكم حنا هو تشوفوا من حالنا وتشوفوا من حال الدار هادي، حنا راه فقراء، حنا راه مقاود عندنا. يعني حتى نتوما كون ما كان عندكم يعني ما غترضوش تبقاو في هاد البلاصه؟ لا، كنبقى هنا كون كانت عندنا فلوس ومن دابا نمشي بحال هادي، ومن دابا نهز الدنيا ونمشي بحال هادي، ما عندي ما نبقى ندير هادي، راه دايريبو بينا. واش انت عايش في الدومينو، عايش تكا بيك بحال ما كان بكلشي، ما لنا راه باسطا راه شي متكي على شي، راه مشيت حمد بنت وحده راه تجر مع الخر، راه ما نكذبش عليك، ديروا معنا حل. لما توجه الرساله ديالك كامل؟ للعموم، انا كنوجه رسالتي لاي واحد خدام في الحكومه يشوف من حالي. واخا شكرا. واخا نشوفوا السيد تا هو اللي ساكن حدا الدار هذه اللي غادي طيح. السلام عليكم السيدي. يعني انت واحد من الدار اللي مهجور؟ المشكل دابا يا مسكون، نهضروا بكل وضوح، هو هي كارتي كل مهدده فهمتي، اكثريه كاين بعد قاعد ديروا هنا يطلع لهم البير، والوقت اللي كيطلع لي من البير الارض كتبدا تهوى فعلا بحال هنا. هنا كان عندنا درجه طلعت كان عندها فيها 60 سنتيم مشات فين هي وهادو كانت هي كانت تقريبا فيها واحد 60 راه ودات حتى هي يعني بحال قلتي الدرجه ديالك غادي كيو اكثر من هكا كان فيها 60 سنتيم هذه هي غادي كتعود الله يحيك الله عاود جيت ان شاء الله راه غتشوف هذا هذه كداير لك ماليها ما تستافدوا لله حتى هي راه بين قوسين عندك هذه هاي الخلا كل شيء بس نوريو كمال كل شيء الحقيقة هذه كلها تاهيية وهذه تاهيية كما أوريك السيد هذه سدد كان جاو لها المسؤولين ذاك الشيء باش جا القائد جا الناس المسؤولين كاملين الوقت اللي بغا يريبوها ما قدمش حل علاش باش نكونوا واضحين بس كل واحد نعطيو الحق ديالو واخا الناس مسؤولين نقولوا لهم الكلمة الحق هذيك شاده في الاخرى راه نوري لكم الدوره وشاده في ديالنا وشاده في واحد اجي نوريك على الثاني وشاده تا لهنا وشاده تقريبا الشاد ديالو كاين واحد جوج تا هما سفليين الا زاو راه جاو بغاو يحيدوها الا جابو يحيدوها غادي يكون مشكل خاص على الاقل نكونوا حنا ما كاينينش المهم اكثر يكون الناس خاوين لازم نحل مع كل شيء باش يجيبوا والدار اخرى انا غنخرج نوري عليك هذيك هذيك مالها حتى هما باقي ساكنين واخا تسدت كاين واحد عنده بلا كفصح حتى هو المحل ديالو وباقي ندير الدعوه ديالهم نشوف اش دار معاهم القادة كنعيط عليهم تفضل انتم كتشوفوا هذا الشيء هذا بزاف ديال الدور كتحكم ما كاينش البديل كيطيحوا شوف خويا الاحساس ديالكم انتم متعايشين بهذا الشيء واش نقول لك الحمد لله على كل حال باش نكونوا واضحين بكل صراحه الحمد لله على كل شيء اللي بغيت نقول لك لان حنايا ما كنطلبوا من هاد الناس حتى شي حاجه صعيبه الا كانت شي غير مثلا هما بقاش يصلح حتى دابا كاين مشروع كبير ديال المارينا وبالنسبه للتزهيد ديال اعاده الهيكله انديماج ديال الناس ديال اللي داروا سيدنا الله ينصرو بحال دير اللي غايل السقوط كيستافدوا هذاك الشيء اللي بغينا نطبقوا معنا حتى حنايا وبالنسبه لهذا الدار حتى هي هذيك ها هي كذلك واحد السيده اللي تزاد دات امها حتى هي دات امها مسكينه تستافدوا وانتم مازال ما شنو نقول لك ما هذا الشيء اللي ما عرفتوش ما عرف الناس ما نكذبش عليك هما كان زاو عندنا داروا ذاك دازا داك الشيء احصاء وكل الوقت عندنا كان عند طاح عليا ليت البيت ديالي ها هو نطلعك للدار عندي الشاه طاح طاح شي هذاك عاد ثاني باش نبقى فيه انايا عقبت عاد قربت الحيط درت معك شويه عندي مع سيدي البني درت بلانش وداك الشيء درت داك القصب خفيف واش غادي دير واحد الليله الدار كانت الشتا اللي دازت
والدار مدام دات الدريريين بقيت عا بوحدي. الغد اللي جات مدام هي الدري قالت لي شوف اخويا شنقول لك اللي يصير عليك بوحدك يصير علينا يا اما تمشي معانا. وعيطت له نساوي داك الشيء ولكن بالنفس ديالي ما الحمد لله فهمتيني انسان ما حاله ماشي واخا ما عرفتهاش يدير لك بنادم. وكنطالبوا من هاد الناس عايشوفوا فينا من الرحمه راه حنا مواطنين صالحين وناس طيبين وزوين وكنحبوا كما قلت الاذاعه ديالكم كنشكرهم من هذا المنبر وعلى المجهودات اللي كدير اللي كتوصل الرساله والكلمه ديال الناس. حنا مواطنين مغربيين حنا مواطنين مغربيين وكنحبوا هذا الوطن وكنحبوا الشعار ديالنا كنموتوا عليه الله الوطن الملك. بالنسبه اللي فرحنا في ديال كنباركهم ديال اسود الاطلس كانت واحد ملحمه كبيره كاع زعزعتنا في القلوب ديالنا ما نكذبوش عليك. بغينا داك الشيء يكون كذلك كي بحال هكا نكونوا فهمت اخويا نكونوا كذلك يعني نكونوا يد وحده ونكونوا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله حيت هو ولي امرنا والله يحفظه الله يطولنا في العمر ديالو الله يحفظ الاسره العلويه الشريفه. وكنوزو حتى المسؤولين الله يجازيهم بخير لا من الوزاره الوصيه على هذا القطاع هذا يحاولوا ما امكن يبسطوا المسطره للناس كاملين واخا ما هضرت انا مضرور ماشي مشكل يبسطوا المسطره للناس كاملين يكون حل ماشي عايو ناس ولا زاري ولا هذا راه تقريبا كارتي كوبا مناطق اخرى كذلك. لكن في واحد النقطه بغيت نضيفها في الوقت ديال حزب الاستقلال في الاول ديالو ما بين 90 و 2000 اش كانوا كيديروا كيهزوا الناس بالمحلات ديالهم فران شعبي مثلا حوانه حلاق فاكتو كيتهز بحال التشارك وداك الشيء كيحولهم. من بعد حزب الاستقلال جا حزب اشتراكي كان نبيل بن عبد الله الله يذكره بخير كان واحد المبادره زوينه داروها في الحزب ملي كان هما رئيس الحكومه. اش وقع؟ تيقول الناس حسبوني من 7 ديال المليون الا كنتي الدار ديالك اكثر من داك الشيء الدوله كتعوضك بحال المالك الى اخره. ما كانش حتى كتزيد وزقات مزيانه كاين اللي خلص 7 بحال في المحج الملكي ذوك الناس خلصوا 7 مليون كاين اللي خلص 10 مليون كل واحد كل واحد في الاخر كلشي كيستافد كيستافد. اليوم دازت عتني حكومات اخرين ودابا حتى دابا هاد الحكومه ديالنا تنتمناو فيها خير باش نكونوا واضحين تنتمناو فيها خير. علاش جات هي في هاد الازمه ديال اللي كاينه في الخليج وهاد الشيء الى اخره. نتمنوا من الله تبارك وتعالى يفرج على الجميع وكنشكرهم من هذا المنبر لا الوزاره الوصيه على على هذا القطاع ديال السكن يحاولوا يشوفوا حل لانهم هما المسؤولين علينا ومسؤولين على الشعب لانهم عندهم الامانه اللي محلفهم عليهم سيدنا الله ينصره القسام اللي محلفين اللي حالفين به اللي يحاولوا بما امكن قدر المستطاع. احنا ما كنقولوش انهم يديروا شي حاجه مستحيله او تكون عصا سحريه او لا كذا يحاولوا يديروا حل هاد الناس بحال اللي غادي الدار ديال الى السقوط استدعى او شيء من هذا القبيل باش مثلا غادي تمشي دير شكايه وكذا راه كلشي باين لمن غدير شكايه وكلشي باين دير تطيح وحده لما غدير شكايه راه جاو المسؤولين راه جاو كاملين. جا في الاول جات سعاد القايد جا السلطه المحليه جا الناس ديال الجماعه حتى السيد الباسك كذلك تا هو كان كايشوف ما الحقيقه ماشي غير هما يا كل واحد عدو داك الشيء اللي معطيه ما يمكنش يد واحد الملف خصو تيجي من القرار من الفوق اللي يمكن لهم يتدخلوا. حنا كان الله يعاونهم راه دايرين راه الناس خدامين ماشي الحمد لله داير كل شيء مبني كل شيء غادي هو هذاك. ودابا خويا العزيز كنطلبوا منهم على في هذا المنبر ديالكم الله يجازيهم بخير ويطول في عمرهم ويعلي المقام ديالهم يساعدونا يساعدوا الكاملين لان راه الدرب كله راه ماشي على الدار ديالي انا اللي هنايا
حنا هاد الدار عندنا راه هادي بعد شي ناس راه كاع بقاو هاد الشيء خواو كاع راه ما حالتهم ديالهم راه مالات. شوف شوف اخويا هذيك راه مالات هما هاد العام جا في الصيف الاخر مشاو الاخرين كذلك هو مثال مشاو على هاد السيده تاهي جات ما كنا كنتعاملوا معها على حساب الجوره وداك الشيء زادت ما حتى الحيط هو تشق ويلي ترى كثر ما كذبش والحقيقه هي هذه هي غادي تحيد هذه 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 دير كله والجهه الاخرى راه شاف الاخ ديالنا مجيد البارح انه عندهم بير مصيبه عظمى عندهم بير وذاك البير اللي مشى تهود غادي حتى هما عندهم الدراري الصغار هما في اللور ديالنا كذلك عندهم كذلك نتمنوا يديروا معهم حتى هما شي تهود الخير. مرحبا اخويا شكرا. والشعار ديالنا كما كندور ديما راه الله الوطن الملك وعاش مولاي رشيد وعاش الاسره العلويه الشريفه والله يبارك في عمر سيدنا. خويا يونس مشاهدي قناه شوف تيفي كنتمنى ان يوصل النداء ديال هاد الساكنه ديال كارتي كوبو لانهم بصح كيعيشوا واحد التهميش كبير من طرف المسؤولين لانهم جاو وعاينوا المكان وعاينوا كذلك هاد المنطقه هادي اللي تقدر تطيح في اي لحظه وكنعرفوا حنا فصل الشتاء هاد السنه جات شويه قويه الحمد لله ان هاد الشتاء هادي تكون فيها الخير على هاد الناس هادو وما كنتمناوش اننا نرجعوا مره اخرى ونشوفوا شي كارثه يعني قبل ما توقع هاد الكارثه لازم المسؤولين انهم يتدخلوا وعشقوا هاد الناس وعشقوا وليداتهم واش بغاوهم حتى هما يهاجروا ويخرجوا من ديورهم لكن ما عندهمش فين يمشيو كيف ما قال لنا الاخ كمال انه كون كان عنده شويه ديال الفلوس ولا عنده شي راس المال يعني ما غاديش يبقى في هاد الدار اللي كيشوف فيها غطيه عليه على وليداتو. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر الى اللقاء.